تقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما معنى هذا الحديث وهل له تتمة؟ نعم حديث صحيح، الحديث صحيح، المؤمن القوي بإيمانه، القوي بإيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف بإيمانه، فقوي الإيمان أفضل من ضعيف الإيمان. وكذلك قوة البدن، فإن قوة البدن من المؤمن ينفع الله بها، يجاهد في سبيل الله، ما هو مثل الضعيف اللي ما يستطيع يجاهد ولا، لكن الأصل القوة والضعف في الإيمان، هذا هو الأصل.